بسم الله الرحمن الرحيم، طلاب الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بدنا نبدأ تشابتر رقم 7، تشابتر نمبر 7 بعنوان رابيد سوفت وير ديفلوبمنت. رابيد سوفت وير ديفلوبمنت اللي هو تطوير البرمجيات بطريقة سريعة. الأشياء اللي أنا بدي أغطيها بهذا التشابتر اللي هي Agile Methods, Extreme Programming, Rapid Application Development، وبعدين Software Prototyping. ناخذ إشي إشي. أول إشي بدنا نشوف إيش هو، ماذا نعني ب Rapid Software Development، يعني التطور السريع للبرمجيات. هنا بالآونة الأخيرة زي ما إحنا عارفين البيزنس والسوفت وير بتغير بطريقة سريعة جدا، والبيئة تبعت الأعمال بتتغير بسرعة. عشان هيك الأعمال لابد أن يستجيب لهذه الفرص الجديدة والتحدي الجديد بالسرعة. نحن بعصر السرعة. This requires software and rapid development and delivery is not often most critical requirement for system software systems. يعني هالوقت الاحتياج لنظم البرمجيات ليس هو الدليفري السريع أو التطور السريع. في بعض الأحيان حاجات كثيرة إحنا بنحتاجها لنظم البرمجيات. هنا في البيزنس أو البرمجيات اللي أنا بسويها ممكن إنها هي تقبل lower quality، يعني في جودة أقل، يعني برمجيات إذا إحنا if rapid delivery is essential functionality is possible. يعني إذا كانت أنا بدهم تعمل لي البرمجيات تبعتي سريعة، ولكن الكواليتي أقل، ماشي الحال بمشيها لهم. الكواليتي أقل ولكن أنا بدي إياه بطريقة سريعة، لأنه زي ما إحنا عارفين كل يوم والتاني إحنا بنلاقي تطبيق جديد، بنلاقي برنامج جديد، بنلاقي شغلة جديدة. طيب requirements، ما هي الاحتياجات اللي أنا بدي إياها؟ بسبب اللي هو البيئة المتغيرة من الصعب إنه نصل ل احتياجات النظام ثابتة ومتوافقة مع بعض، صعب جدا لأنه البيئة تتغير بسرعة كبيرة. عشان هيك احتياجاتنا الصعب إنها تتوافق وتكون ثابتة، لازم المتغيرات تتغير. Therefore لذلك a waterfall model development is impractical. تمام، الوقت النموذج الشلال اللي احنا حكينا عنه قبل هيك غير تطبيقي، ما بنقدرش نطبقه، لانه زي ما انتم عارفين الووتر فول هو مجموعه من الاجزاء، كل جزء لازم ينعمل قبل الثاني، ديزاين قبل الامبلمنتيشن، والامبلمنتيشن قبل التستنج، وهكذا. تمام، لا احنا بدنا شغله اللي تتوافق مع السرعة. العملية أو الطريقة اللي سووها iterative specification and delivery. إيش يعني iterative؟ طريقة متتالية، طريقة واحد يجي ورا الثاني. تمام، كيف يعني iterative؟ حال وقت حنشوفها، نشوفها في اللي هو
اشرح لكم اياها بالتفصيل. Characteristics of Rapid Application Development Processes اللي هي مزايا، اللي هي عملية اللي هو تطوير التطبيقات السريعة. The process with specification، عملية اللي هو المواصفات، والديزاين والimplementation are concurrent. ايش يعني concurrent؟ متوازية. عمليات، شوف كيف وضع المواصفات ووضع الديزاين ووضع اللي هو التطبيق كلهم متوازي، يعني بعمل سبيسيفيكيشن وديزاين وامبلمنتيشن كلها مره واحده. كيف بنشوف؟ ذير از نو ديتيل سبيسيفيكيشن، يعني انا ما عنديش مواصفات مفصله كتير كتير، ما عنديش ديزاين دوكيومنتيشن كبيره، دوكيومنتيشن اللي هو كل المودلز بحطها وكل الريكويرمنت بحطها وكل التصميمات بحطها. لا، انا هذه المينيمم، باخذ المينيمم، اقل شيء اللي هو اللازم. تمام. System is developed in a series of increments. شايفين كيف؟ النظام بتطور بسلسلة، تمام، من الزيادات، من المراحل، سلسلة من المراحل. تمام؟ يعني أنا بعمل، باخذ سبيسيفيكيشن، بعمل له تصميم، بعمل له امبلمنتيشن، بعود برجع، بعمل مواصفات، بعمل له ديزاين، بعمل له امبلمنتيشن، بعود برجع، وهكذا. اند يوزرز اللي هنا، اللي صاحبين اللي بدهم السوفت وير، كيف؟ ايفالويت ايتش انكريمنت اند ميك بروبوزال فور ليتر انكريمنت. تمام؟ هالوقت انا الزبون بخليه هو يقيم كل زياده بحطها، بعملها تيستنج اند ميك بروبوزل، بدينا اللي هو الاقتراحات للزيادات اللي بعديها. ايش اعمل زياده؟ System user interfaces are usually developed using an interactive development system. واجهات المستخدم النظام عادة بنطورها باستخدام اللي هو نظام التطوير التفاعل، تمام، اللي اوتوماتيك. طيب ايش الادفانتجز اوف ذا انكريمنتال ديفلوبمنت؟ ايش هنا بتديني الادفانتجز؟ هنا اكسلريت ديليفري اوف كاستمر سيرفيسز، طبعا خدمات الزبون بوديها بتوصيل سريع، بوصل اياها بسرعه. Each increment deliver the high priority functionality to the customer. انا بدي الكاستمر اللي اول شيء اللي ايش اللي هو بده اياه، اول شيء بدينه الشغل اللي هو ضروري جدا جدا جدا، اللي هو the priority most highest priority. تمام. طيب user engagement with the system. User engagement يعني انا بربط الزبون مع النظام، بخليه هو اللي يعمل لي تيستينج للنظام، بحتاجش واحد يعمل لي تيستينج، لا هو يعمل تيستينج وهو اللي يقترح علي ايش هو الزيادات اللي انا بدي اياها. تمام. User have been involved in the development which means that the system is more likely to meet their requirements and the users are more committed to the system. يعني هم اللي بحطوا الاحتياجات وهو اللي بيعمل تيستينج، و انه هو بتعهد بالنظام، هو المسؤول عن كل شيء بيصير. تمام. طيب هنا في عندنا مشاكل، problems with the increment and development. هناك advantages، هنا problems. تمام. management problems، مشاكل اداريه. contractual problems، مشاكل عقديه، العقد يعني بينه وبين الزبون. validation problems، مشاكل اختبارية. maintenance problems، مشاكل الصيانة. كل هذول مشاكل ولكن تنحل. طيب هنا management problems، هنا المشاكل اللي هو الإدارية في الـ incremental development. progress can be hard to get the problems and the problems hard to find because there is no documentation to demonstrate what has been done.
يعني انا لما بدي ادي اقول لوين وصلت في المشروع، بقول له مش عارف، عملنا نصه، عملنا ثلثه، عملنا ثلثينه، مش عارف، لانه كل مره بديني زيادات جديده. تمام، هنا المشاكل اللي انا برضو، المشاكل اللي بتطلع لي صعب اني اوجدها، هارد تو فايند. ليش؟ لانه ما عنديش دوكيومنتيشن، ما عنديش ورق، ما عنديش ورق اللي انا اقول انا مشكله، هنا صار مشكله. تمام، طيب contractual problems. The normal contract may include specification. Without specification, different form of contract have been used. يعني أنا ما في، ما عنديش يعني العقد اللي بينه وبين الزبون ما بحددش وين وصلنا أو وين بدنا نصل أو إيش بدنا نسوي. تمام؟ normal contract may include specification، إحنا قلنا يعني ممكن بكون يحتوي على المواصفات، ولكن هنا من دون مواصفات، مش احنا قلنا incremental development ما فيهاش مواصفات او مواصفات صغيره، اذا حيكون عندي different forms of contract عشان استخدم. طيب validation problems، هنا مشاكل without specification and then what the system have been testing against. شايفين كيف؟ يعني انا بدي افحص نظام ضد ايش؟ كيف بدي افحص النظام؟ انا ما عنديش سبيسيفيكيشن، ما عنديش مواصفات، كيف بدي افحص نظام؟ بس الزبون هو بقول لك هو بيفحص وهو التستر في هذه الحاله. مينتنس بروبلم، صيانه، لما انا بدي اعمل صيانه. Continual change tend to corrupt software structure, making it more expensive to change and evolve to meet new requirements. يعني التغيير المتواصل يؤدي إلى corrupt software structure، إلى تركيبة البرمجيات تتكسر، بتصير خرج خربان، ما بقدرش. عشان هيك انا more expensive to change. تمام، يعني انا كنت بدي اغير بدي اغير بدي اغير، طب وبعدين؟ to meet the new requirement، دائما عندي زبون بده احتياجات بزياده بغير. تمام، طيب احنا هذه محاضره صغيره، إن شاء الله نلتقي بمحاضرة ثانية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.